خلينا نذهب لبيان وزارة الزراعة حول حديقة الحيوان. احنا كنا اتكلمنا مع رئيس الشركة الاستشارية او المشروعات الاستشارية ماجد السرتي التابع للإنتاج الحربي، وكان قال لنا كثير من التفاصيل. لكن النهاردة الحديقة الوزارة طلعت بيان، خلونا نعرف تفاصيله من مين معانا يا جماعة؟ دكتور محمد رجائي رئيس إدارة مركزية لحدائق الحيوان. دكتور رجائي مساء الخير، لو تقول لنا ملخص بيان وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وأحب أقدم التهنئة بأعياد الميلاد المجيدة للإخوة المسيحيين، كل سنة ومصر كلها طيبة إن شاء الله. وحضرتك طيب. بيان وزارة الزراعة يعني بيؤكد على إنه الحديقة تظل الحديقتين الحديقة الحيوان والأورمان تظل مملوكة إلى وزارة الزراعة ولها الولاية عليها، وفي نفس الوقت في مشروع تطوير مقدم. بيانات هذا المشروع انه يعني الحفاظ على الغطاء الشجري المتميز لحديقه الحيوان، لان هذا الغطاء الشجري يعتبر جزء من تاريخ الحديقه وجزء كاثر، يعتبر كاثر يرقى الى درجه الاثر. ايضا الحفاظ على الاثار الموجوده داخل الحديقه، يعني هناك المباني الاثريه الجميله داخل الحديقه زي الكوبري المعلق، زي الجبلية الملكية، جزيرة الشاي، جبلية الرخام، كل الأماكن الأثرية طبعا سيتم رفع كفتها، لأن احنا عارفين إن في بعضها مغلق أمام الجمهور لأنها محتاجة مبالغ كبيرة للصيانة، زي كوبري المعلق مثلا، وده يعني من الحاجات الأثرية المهمة جدا داخل الحديقة. أيضا يعني بنأكد على إن الحديقة طبعا حتى الآن مفتوحة وبتستقبل الزائرين، حتى يعني البدء في اعمال التطوير، لانه حتى الان لم يتم التعاقد، فالحديقه مفتوحه وتستقبل الساده الزائرين من التاسعه صباحا حتى الرابعه مساء. تمام. فالحديقة ما زالت، أو الحديقتين، إحنا بنتكلم على الحيوان والأورمان، لسه الاتنين تابعتين ومملوكتين أو مملوكتان لوزارة الزراعة، ولا تغيير في طبيعة هذه الملكية. الحدائق مفتوحة ولسه ما قفلتش، وبرغم ان انا عارفة انها هيقفلوا سنة، اعتقد الحديقة هتقفل سنة لهذا التطوير. طب خليني اسألك كده حاجة واحدة، يعني خطوة خطوة. اولا طبيعة، احنا اتكلمنا مع الاستاذ ماجد السرتي رئيس الهيئة الاستشارية التابعة لوزارة الانتاج الحربي، وسألته ايه علاقة الانتاج الحربي بتطوير الحديقة، فقال لي انه ده زي كونسورتيوم مع شركات اخرى اجنبيه ومصريه وغيره علشان نقدر ان احنا نطور هذه الحديقه. قول لي طبيعه هذا الاتفاق بين هذه الشركه، هل انتوا عملتوا مثلا قابلتم عروض مختلفه، كان في مناقصه، مزايده، منافسه، ازاي، ولا ده اسناد مباشر؟ طب ممكن اوضح حاجه بس، يعني قبل ما نوضح النقطه دي احنا احب اوضح افكر الناس واذكرها ان احنا خرجنا من عضويه الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان عام 2004. والخروج ده كان لان المعايير المطبقه في تربيه وايواء الحيوانات يعتبر معايير قديمه اختلفت حاليا في الاتحاد الدولي، ومطلوب العوده الى عضويه الاتحاد الدولي مره اخرى. وطبعا كثير من الناس طلبت وزارة الزراعة بالتطوير، وأيضا كثير من المنظمات المهتمة بالرفق بالحيوان طلبت الوزارة بالتطوير. فتقدمت الوزارة بمشروع تطوير محدد في استعانة بخبرات كبيرة، لأن الحديقة تعتبر ثاني حديقة في العالم من حيث الإنشاء، وأنشئت في نفس الحقبة التاريخية تقريبا مع حديقة لندن. حديقة لندن زالت عضو في الاتحاد الدولي وطورت نفسها ووصلوا لمستوى ان هم حافظوا على عضويتهم بالاتحاد الدولي. احنا بقالنا فتره كبيره لم تمتد اي تطوير او يتم اي عمل اي تطوير داخل الحديقه. طبعا عندنا البنيه التحتيه بتاعه الحديقه ايضا عقود طويله جدا لم يتم تغيير اي بنيه تحتيه، سواء مواسير ري، صرف، طرق. الطرق حتى الاسفلت اللي موجود ده مش هو ده اللي كان منذ انشاء الحديقه، ده كان مستحدث، وده طبعا بيرفع درجه الحديقه. فمطلوب التطوير الشامل للحديقه. طبعا يعني شركه الانتاج الحربي او شركه الانتاج الحربي للمشروعات
القوميه دي احدى شركات الهيئه القوميه للانتاج الحربي، ودي شركات متخصصه هندسيا وساهمت في كثير من المشروعات الانتاجيه. شركه الانتاج الحربي بتستعين بشركات استشاريه، في شركات هندسيه، في شركات طبعا خاصه بتصميم حدائق الحيوان واستشاريه في البيئه الحيوانيه والبيئه النباتيه، لان طبعا مطلوب كثير جدا، عمل كبير جدا بيتم لتغيير البيئه الحيوانيه من النظام المغلق الى النظام المفتوح. وبرضه عشان ما يحصلش نفس عند الناس، الناس بتقول هنجيبها سفاري، لا دي سفاري حاجه ونظام العرض المفتوح حاجه ثانيه. السفاري ده ان احنا بنتجول بعربيات داخل حدائق مفتوحه، الكلام ده مش هيتم طبعا داخل حدائق الحيوان، لكن بنتحول الى تحرير الحيوانات دي من الاسر الى انظمه مفتوحه. ففي شركات استشاريه هتساعدنا، لها خبرات اجنبيه. مين بقى اولا؟ قولي الاول مين الشركات الاستشاريه المشاركه في هذه في الكونسورتيوم ده او المجمع ده اللي هو التحالف، وجنسياتها ايه؟ يعني ما اقدرش اقول الشركات جنسياتها ايه لانها شركات عالميه. يعني في شركه برنارد هاريسون، ده يعتبر من اكبر مصممي حدائق الحيوان في العالم، والشركه دي ساهمت في تطوير حديقه لندن وحديقه سنغافوره، وتطوير ليه سي بي موجوده كبيره جدا في تطوير الحدائق. ففريق برنارد هاريسون ده شركه متخصصه في التصميم. ايضا في شركه متخصصه في التدريب، دي شركه وورلد وايد زو، هم دول الشركتين الاجنبيتين. وورلد وايد زو دي شركه متخصصه في التدريب على رعايه الحيوان وتربيته، فدي هتقعد 4 سنين تدرب كل العاملين في داخل الحديقه بحيث انها تتعامل طبقا للمعايير الدوليه المعتمده من الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، لان احنا مشترطين ان كل تطوير يؤدي الى العوده الى العضويه لحدائق الدولي الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان. طب اكيد طبعا الشركات دي هتسلمنا كوادر مصريه مدربه بعد 4 سنين، هي المسؤوله عن الاداره ومسؤوله عن التدريب. طيب انا هرجع تاني معلش للاتفاق البيزنس، معلش انا اسفه بس انا ده بيهمني جدا. هل هنا لما بكون عايزه اطور اي مرفق، مش بعمل مثلا بقول يا جماعه هنفتح مزايده او مناقصه او بنفتح مثلا مسابقه لتقديم عروض مختلفه علشان والله الشركه سين تجيب لي عرض، الشركه صاد تجيب لي عرض، الشركه ضاد تجيب لي عرض، واشوف حاجتين، اشوف المظروف الفني واشوف ظروف المالي، ده طبقا لكل القواعد. هل عملته كده؟ ده حصل فعلا طبعا، تقدمت عدة شركات للتطوير لكن لم توفر الـ 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 الخبرات الأجنبية المطلوبة ولم توفر المعايير المطلوبة، كلها كانت اجتهادات في ان هو يعمل مشاريع استثمارية داخل الحديقة. لكن احنا لقينا ان ده عرض يعني فعلا بيعود بنا الى عضوية الاتحاد مرة ثانية. وبعدين محددات هذا التطوير، في محددات للتطوير ده، زي ما قلت لحضرتك، الحفاظ على الغطاء الشجري المتميز لحديقة الحيوان، الحفاظ على المناطق الأثرية، عدم عمل يعني ممنوع عمل منشآت داخل الحديقة، هتبقى منشآت بما لا يتجاوز 9 من 10%، يعني أقل من 1% من المساحة الكلية، هتبقى عبارة عن كافيتريات وخدمات. طيب 9 من 10%. فالحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية للحديقة ده متوفر جدا في العرض، في العرض اللي قدمته شركة الانتاج الحربي. ايوه فندم. طيب سؤال بقى تاني، تفاصيل العرض المالي ايه؟ بمعنى انه قال لنا الاستاذ ماجد السارتي ايضا ان هو عقد حق انتفاع 25 سنة. يعني مين هنا هو بيدفع لك حق انتفاع، بيدفع لوزارة الزراعة حق انتفاع 25 سنة بالإضافة لثمن التطوير؟ يعني قولي المبلغ ده كله كام؟ طبعا كام بقى المبلغ ده؟ هو طبعا هيتم الصرف بواسطة الشركة المتعاقدة والمجموعة المتعاقدة معاها، هيتم الصرف على الحديقة سواء بنية تحتية سواء كل اعمال التطوير اللي هتتم داخل الحديقه دي، طبعا من ليست من اموال الدوله وليست من الموازنه العامه للدوله اطلاقا. لا هو مين اللي بيدفع لمين؟ يعني هم اللي هيدفعوا التطوير ولا احنا اللي هندفع التطوير؟
لا طبعا هما اللي هيدفعوا التصوير، هو المطور، هو الديفلوبر. والمطور هو بالظبط كده هو هو هيدفع، وكمان هيدفع حق انتفاع 25 سنة، ولا انت اللي هتدي بالظبط له حق، كده. ولا انت اللي هتدي له حق انتفاع 25 سنة؟ لا يا فندم، هو اللي هيدينا حق الانتفاع كام لحد بقى؟ 25 سنة، كام هيدفع تقول كام؟ بعد كده. العقد والله المالي. ما زالت في حالة تفاوض، يعني ما زالت في حالة تفاوض، وتقريبا يعني لسه لم يتم التعاقد حتى الآن. هياخد، هيجيب بقى عائده منين؟ يعني ده رقم كبير جدا، هو بقى هيجيب بالظبط. العائد منين بتاعه بقى يا في دكتور؟ دراسة مالية تم، يعني أنا عايز أطمن حضرتك وأطمن الساده المشاهدين إن تم دراسة هذا العرض أكثر من سنة ونص. إحنا بقى لنا حوالي سنة ونص بيدرس هذا العرض سواء فنيا أو ماليا. وماليا متحدد سعر التذكرة ما يزيدش عن مبالغ محددة، تقريبا مش هيزيد عن 20 جنيه عشان الناس تقدر تبقى في المتناول. وطبعا هو وضح إنه الدخل بتاعه حوالي 17% فقط من دخل الحديقة هيكون من التيكتس أو التذاكر. مش هو ده اعتماده على كده، هو اعتماده على أنشطة أخرى يعني ترفيهية، زي مثلا يعني في حاجات معمولة زي التلفريك مثلا كمشروع ترفيهي، معمول يعني في أنشطة أخرى هتحصل، إيفنتات معينة، في إيجارات هتتم مثلا لإيفنتات معينة، هيبقى في مناطق للأماكن الأثرية دي تستغل، مناطق يعني هتستغل بالنسبه تتأجر لايفنتات معينه، في انشطه كتير هتتم داخل الحديقه معتمده على الاماكن الاثريه والجمال بتاع الحديقه. فطبعا انما التيكتس هتبقى لا تمثل اكثر من 17% من فده معناه المصروفات. انه هيرفع التذاكر مثلا بنسبة معينة، ولا هيعمل ايه؟ لا يا فندم، التذاكر زي ما بقول لحضرتك هتبقى دي تم دراستها، هتبقى في متناول الاسر المصريه كلها، مش لان ده هنرفع اهم التذاكر. حاجة تهم الناس، يعني انا دي اهم حاجه يهمني بالظبط. العقد الاقتصادي، وان يكون فيه شفافية، وان هو يكون فيه عروض مختلفة، وما يبقاش اسناد مباشر، وكل ده ده يهمني انا شخصيا واحدة بهتم بالاقتصاد. الناس طبعا طبعا العادية يهمها ايه؟ يهمها ان الحديقة دي اعرف اخشها لانها متنفس للمصريين. فان وده اللي مهتم بيه الدوله، ان الحديقه تطور، وان الانسان المصري المتناول كل الاسر المصريه انها تقدر تخش زي ما تدخل دلوقتي، تقدر تشوف كل مختلف الحيوانات. طيب لكن فيها تعمل مثلا نشاط مثلا نايت زو، دي تجربه برضو، دي وشو حاجه مثلا فور دولفين مثلا. بالظبط، وكلها حاجات تخضع لمعايير الاتحاد الدولي، مش ما فيهاش طيب تأليف مننا ولا فيها اي الحقيقه ان بيان الوزاره فيه يعني ادانه للوزاره وللقائمين على الحديقه يا دكتور، معلش يعني، لان هو اتفضلي. فيه بيقول مثلا تعرضت حديقه الحيوان للاهمال خلال العقود الماضيه، خرجت من طبعا التصنيف نفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدره على الاستعاضه بكذا، عدم اتباع المعايير الدوليه في تربيه وايواء الحيوانات، وتهالك البنيه التحتيه. ما ده كله بصراحه اصابع الاتهام موجهه لمين؟ لاداره الحديقه ولوزاره الزراعه. لا ده الكلام واضح ان هو على مدار عقود طويله حصل تهالك في البنيه دي، محتاجه صرف ومحتاجه، وكان ده مطلب رئيسي، ليس التقصير من الاداره، لكن هو مطلب انه يتصرف مبلغ معين على الحديقه لصيانتها. لكن الحديقه حاليا بتعمل بكفاءه وبتستقبل الساده الزائرين، والناس مبسوطه من جهود وزاره الزراعه خلال الثلاث سنوات السابقه. حقيقه الناس بتدخل وبتثني على مستوى الحديقه. طيب هنا لا ترقى انها تعود الى عضويه الاتحاد الدولي تاني. لو احنا عايزين طيب نرجع بقى للمعايير وعايزين نرجع طبعا لمجد الحديقه، لابد ان احنا نصرف عليها. طيب يبقى كده بتقول لي ان خلال ال 25 سنه دي اللي هم واخدينها حق انتفاع، وزاره الزراعه مش هيجي لها اي عائد من حديقه الحيوان او الاورمون، ازاي يا ولا فندم؟ حق هياخدوا الانتفاع، نسبه؟ لا حق الانتفاع ده هيبقى خدوا فيه حق مبلغ متفق الاندفاع، عليه. عفوا، صح، طبعا طبعا هم طبعا خدوا حق طبعا الانتفاع، مظبوط، حق الانتفاع، بس التذاكر هتروح للمطور. بالظبط يا فندم. لكن التوتال الدخل هيبقى فيه مبلغ هيدفع لوزارة الزراعة. طيب من امتى بقى هيتم اغلاق الحديقه واغلاق العقد المالي والفني والكلام ده كله؟ والله حضرتك الخطوات دلوقتي متسارعة جدا، ان احنا نخلص التعاقد ونبتدي، لكن لسه حتى الآن لم يحدد التوقيت بالظبط غلق الحديقة او بداية التطوير. مين هيراقب بقى القصة دي؟ عشان مثلا هم طبعا وعدونا ان احنا هنروح نرجع التصنيف، وانها تبقى زي، يعني هل في شروط بقى مثلا لو جم قطعوا شجرة، لو جم طبعا يا فندم طبعا اصابوا حاجة بخلل؟ ما هو انا هنا بقى، مين هيراقب هذا العمل؟ يعني قالوا كلام حلو بالظبط زي الفل، مين بقى بالظبط هيراقب ده؟ بالظبط. انا بقول لحضرتك يعني ده موضوع مراقب تماما من وزارة الزراعة، الآثار تمام،
وده هيبقى فيه تواجد للمسؤولين عن الآثار ومسؤولين عن وزارة الزراعة، وطبعا تم دراسة هذا العرض ومطابقة ما باعتبار ما سيكون ده، تم مطابقته هندسيا على أرض الواقع بحيث إن احنا نضمن، وده تم دراسته بواسطة مهندسين متخصصين، إن احنا نضمن إن كل ما يتم على تنفيذه على الواقع يضمن عدم إزالة أي شجرة أو أي أثر لا قدر الله. كل ده طبعا الآثار، ده الآثار دي حاجة يعني الآثار مهتمين جدا بآثارنا وحافظوا عليها على مدار التاريخ، ومش عايز اقول لحضرتك ان اي لا قدر الله محضر تعدي على الاثر ده فيه حبس، ده محضر كبير، ده حاجه، لكن الحفاظ على الاثار ده مهمه الدوله ومهمه وزاره الزراعه ومهمه الاثار ان شاء الله. هو اللي هيراقب اكتر الناس اللي ساكنه قدام، اللي ساكنه في الجيزه اللي قدام جنينه الحيوانات، دول هيبقوا باصين من الشبابيك كلها ومن البلكونات يتاكدوا ان مفيش ولا بلدوزر بيشيل ولا شجره، بيعملوا ده في كل جمهوريه مصر العربيه، وبحييهم كل الناس اللي بتحافظ على الشجره. اكيد، والاعلام طبعا متواجد طبعا، يعني الحديقه الناس شغاله في النور، مفيش حد، يعني احنا حريصين، اكتر ناس حريصه على هذا المكان، والحقيقه انا بشكر العاملين داخل حديقه الحيوان لحفاظهم على هذه الاثار حتى هذا التوقيت، رغم قلة الإمكانيات، صحيح، رغم تعاقب المشاكل، لكن الناس دي تعبت والناس دي حافظت، وعمالنا حافظوا على إن شاء الحيوانات الله بشكل كبير جدا. ونجيب زرافة وطبعا بقى احنا ان شاء الله يعني نشكر الدولة، انا بشكر الدولة فعلا ان هي يعني وافقت على هذا المشروع، لان احنا كان الحديقة كانت دايما محل انتقاد والناس كلها تطمح للتطوير، الحمد لله الدولة وافقت على هذا المشروع وإن شاء الله ينفذ كما نرجو بإذن الله. المهم مرحلة التنفيذ إن شاء الله تبقى على مستوى الحدث وتبقى شكرا عند حسن ظن المصريين كلهم إن شاء إن شاء الله. الله، ونجيب زرافة وفيل، أهم حاجة زرافة إن شاء وفيل الله يا فندم، عشان ما عندناش لا زرافة ولا فيل. شكرا دكتور محمد رجائي، رئيس إدارة مركزية لحدائق الحيوان. أنا فعلا سعيدة باهتمام الناس بكل ملكية وبكل شجر وبكل كل قضية هنا بتثير جدل، وده مهم جدا إن احنا نهتم وإن احنا نراقب، وأظن إن الناس بتراقب أكتر من أي حد تاني، يعني المواطنين والناس اللي على السوشيال ميديا هؤلاء هم المراقب الأول والأساسي اللي بيحافظوا على كل حاجة في مصر.